وقعتك من الطياره جوه مخك، وممكن اقتلك كمان جوه مخك. كانوا بيسموني المؤذي. في علامات لو ظهرت يبقى عمل بحقه حقيقي. مدد يا رب. احنا عندنا ضيوف ولا ايه؟ مهما حصل انا ما بخافش. مدد يا رب. عشان انت في ظهري. اسمه كان مكتوب بالدم. خايف عليها. مدد يا رب. كنت لحقتها قبل كده، ممكن تلحقها دلوقتي. فاكر هسيب حق اللي انت اذيتهم؟ خليك مكذوب. انت بتقول كده عشان خايف. اللي بيني وبينك طار. يبقى الجزاء من جنس العمل. مش هتقدر يا صابر. عايز افهم في ايه بيحصل يا صابر. صابر. تفتكر هتقدر المرة دي يا صابر؟ عايز تشوف آخر يا صابر؟ بسم الله. مدد يا رب. المداح أسطورة العودة على MBC 5 وشاهد رمضان جمانة.